الله يكون في عنده استجابه. طبعا الاكل اللي اوت اوت اوت. تعرفين الشباب كيف؟ تركب كيف الخوف، تركب الخوف. نبدا انا وصحابي نروح على البحر وندرب رعد وان شاء الله يكون في نتيجه وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد اوقاتكم يا جماعة الخير وكل الحب لكم. معاك فضل نفام من قطاع غزة، هاوي ومربي حيوانات وطيور وزواحف. ان شاء الله اليوم احنا طالعين في طلعة حلوة كتير على البحر لندرب رعد ونشوف كيف هو بعد ما تركناه شهرين من غير تدريب لانه كان يغير ريش، وان شاء الله يكون في معاه نتيجة كتير كتير منيحة ويستوعب ويجينا بسرعة. فلايك وشير للفيديو، واي سؤال يا جماعة فيس انستغرام الصقر فضل، وخلينا برضو نفرجيكم الحاجة اللي احنا رايحين عليها اللي هي الكلاب الاولى في قطاع غزة لتدريب كلاب كلش. لو قاعد بياكل وهي الصقار فضل هاي جاي، طبعا ان شاء الله حنخلي روك يستقبله بس من باب المزاح يعني، يعني مش هلاكي. الصقار فضل طبعا روك حيستقبل فضل، وين فضل؟ فضل فضل اوت 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 اوت. تعالوك تعال هين، تعالوك وين فضل؟ تعال وين يا عمي، وين يا عمي تخافش خلاص. طبعا فضل عزيز علينا، وايوه فضل طبعا فضل مدرب. اوت اوت تعال هين فضل. شايفين الشباب كيف؟ فضل كيف الخوف، فضل كيف الخوف، فضل كيف الخوف. شوفوا كان يخش بالكرسي قدامنا الشباب، شوف 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 الكرسي قدامنا يخش. شايفين كيف؟ هاي فضل خايف من الكلب اليوم. انا ملبوس، انا ملبوس، انا معاي كابوس. روك على السيارة. اوت اوت اوت. خلاص خلاص بس يا زلمه. انا ملبوس، انا ملبوس يا ماما. سكر ولا يا ماما. خلاص يا خباع احيا دينك. خلاص الله هذا فضل شويه فيهم ايش؟ ان شاء الله الساكت فضل. رائد عشان الحين حنفكه وندربه، خلينا اخذكم جوله على الكلاب الموجوده في الاكاديميه، بعدين ننزل البحر ونبدا ندرب فرائد. تحياتي عندك انا جيل معلم هذول الحاجات الحلوه تامك هاسكي عندك البلدان. وهي روت وايلر هاسكي هاسكي. خلينا نروح ننزل ويش هيا يا جماعة الخير. احنا وصلنا البحر، شوفوا زي ما انتم شايفين. نقربكم شوي هنا عشان نبدا نربط رعد، نبدا تدريب وان شاء الله يكون في عنده استجابة. طبعا الاكل اللي جبنا له اياه جبنا له كتاكيت عشان نعطيه اياهم نظبطهم. ها
حياتي نأمن يا اخوان عشان له شهرين لسه العقاب مش طالع، فان شاء الله يكون عنده استجابة ويكون عنده امور تمام وربنا هيك يجعله زي شو اسمه عسرين. هاي أملنا يا جماعة وبسم الله نجيب اللحمة ونفريكم إياها ونبعد عنه ما يقارب 5 متر أو 3 متر بالبداية، وبعدين إن شاء الله نصلي على النبي ونطول المسافة لعند 20 متر. طبعاً الأكل راح يكون كتاكيد زي ما أنتم شايفين، زبطناهم وذبحناهم ونبدأ أول واحد إن شاء الله ونشوف كيف الاستجابة عند راعي. نعطيه واحدة رعد ولا كأنه عارفني بالمرة، مش عارفني إنه شهرين ولا طالع ولا نازل زي ما انتم شايفين. شفتوا كيف رد فعله؟ شرد على السريع. طعميتوا اللحمة عشان اشوف يا اخوان راح يستجيب كمان مرة ولا لا. اجي بطير الصوص كامل. رعد. 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 الاستجابة صفر يا اخوان. الاستجابة صفر. رعد. يا جماعة الخير ولا تقول إني كان أدرب رعد شهرين كاملات ولا دربت ولا مرة، وهي مسكوا للتدريب الكامل. تعال يلا يلا يا جماعة الخير. قديش احنا بنتعب في التدريب عشان نوصل نتيجة واحدة؟ بيجي واحد بيقول لك ما انت رابطه وبتدرب فيه. يا اخي تدرب من دون ما تربط، هنشوف كيف شطارته. شوف قديش احنا بنتعب لما نصل لنتيجة. يعني هاي اليوم انا اللي طالع من قديش؟ طالع من وقت كثير كثير يعني بدرب فيه، مش نتيجة وعلى الفاضي. ايش تعمل معاه؟ كل يوم بدي ابدا ادرب فيه ان شاء الله عبال ما يستوعب زي ما كان زمان يستوعب. فراح نطعميه الصوصان على ايدنا وان شاء الله يصير يرجع ثاني. زي ما انتم شايفين نار بيجي بالمرة. فان شاء الله بعد ما يكسر ريشه تمام التمام نبدا ندرب فيه كمان مرة. تعال ها
طبعا ما انني ما بيأس يا اخوان، انا بضل كل يوم الثاني ادرب فيه قبل ما احصل على نتيجه تبعي. فاي سؤال يا جماعه لايك شير للفيديو، تابعوني في انستغرام الصقر فضل، وكل الحب لحضراتكم، تحياتنا للجميع، وان شاء الله اللي جاي احلى. يلا كور صحيح.